تكتيكية ممكن تنفذها في ملعب المباراة علي حسين. حلوة بالكعب من فيصل زايد من قلة ناحية اليمين سامي الصانع عظيم بتمر حط راس الله تسليمة جول أول في المباراة يوسف ناصر يكمل المشوار بهدف بيتاوي في مرمى نادي الغدسية في الدقيقة 5. إذن سامي الصانع يلعب كرة كرات جميلة 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 ومتقنة في نقل الكرة والمتابعة الرأسية ليتابعها قناص الكرة المصيرية. شوف 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 هسه سيد شوف حتى برأسه حتى برأسه حلوة خالد الرشيدي أبعدها لكن المتابعة من الهجوم المثالي يوسف ناصر في مرمى نادي الغدسية يكمل مشوار الكرة وتحقيق أول الهجمات وأول الفرص بنجاح أمام مرمى نادي الغدسية أمام مرمى نادي الغدسية. هدف أول لصالح نادي الكويت يوف خالد الرشيدي لكن رامي البدوي شريده شريده كرة معاه بيحاول لعبها محمد خليل قطعها لصالح الغدسية بدر مطوع بيستلم كرة ناحية اليسار بدر مطوع يتقدم بدر مطوع كرة معاه بيتقدم هذه خطرة لصالح الغدسية يحطها بالجول الله 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 حلها الفنان حلها الفنان ووصل إلى بر الأمان سيف الحشان سيف الحشان خلاص حلها 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 الفنان لصالح الغدسية وهدف هدف التعادل هدف التعادل من الفنان من الفنان شوف بدر مطوع وشوف الخبرة اللي وضعها في هذه اللحظات وفي هذه الأمتار وضع فرصة إلى البريتشي عدت لكن ما تعدي من الفنان وحلها وحلها حلها سيف الحشان ووضعها في مرمى نادي الكويت وضعها في مرمى نادي الكويت إلى بر الأمان كرة نادي الغدسية وكرة